بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت الحكيم العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوتي الكرام، لو واحد سألك سؤال غريب، لماذا تصلي؟ تقول له ببساطة ما بعدها بساطة، لأن الصلاة فرض. واضح. هل تعتقد أنه في بعض الحالات يمكن أن تكون الدعوة إلى الله فرض؟ كالصلاة تماماً. الدليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بنص الآية: الذي لا يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعاً لرسول الله. وقل إن تحبون الله فاتبعوني. هذه الدعوة فرض عين على كل مسلم، ولكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف. جلست جلسة، في داعية مقبول عند الناس، تأثرت بتفسير آية، أذكر هذا التفسير لزوجتك، داعي أذكره لأصدقائك في سهرة معينة، يعني حمل ألم ورقة إن لقيت في معنى لطيف جداً بآية أو حديث أو قصة مؤثرة تبع عندك. قعدت بالبيت مع زوجتك، مع أولادك، بسهرة معينة، بلقاء معين، بسفر معين، هي الدعوة إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف، فرض عين على كل مسلم. الدليل: لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل واحد منكم أيها الإخوة الكرام حضر خطبة الجمعة، الخطيب نجح بتفسير آية تأثرت فيها، أذكرها لوالدتك، لأخيك، لزوجتك، بسهرة، بلقاء، بسفرة. هذه الدعوة كفرض عين على كل مسلم، لكن الصفة قيد: في حدود ما يعلم ومع من يعرف. بهذه الطريقة تتسع دوائر الحق. الحقيقة الحق هو الله، والحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء العابس والزائل. يعني إنشاء جامعة حق لتخريج طلاب علم كبار دعاة إلى الله، أما السرك يوم شهر أسبوعين ثلاثة فقط، ألعاب بالهواني. الباطل شيء والحق شيء، الحق هو الله. فأنت إذا دعوت إلى الله لا معك شهادة عليا ولا لك خطيب ناجح، أنت إنسان يعني لك اختصاص معين، لك حرفة معينة، حضرت خطبة الجمعة، إذا كان في قصة تأثرت بها أو حديث أو آية انقلها لزوجتك. هي الدعوة إلى الله كفرض عين تتسع من خلالها دوائر الحق. نحن لو عفواً أمضينا وقتنا في كلام لا يقدم ولا يؤخر، أنت اسمع سهرات الناس كلها، كل كلام يعني ما معروف من الفضائيات، معروف من كل وسائل النشر، ما عملت شيء أنت، أما أنت لازم ترقى. لكن قبل أن نتابع، هل تصدق أن الإنسان هو المخلوق الأول عند الله؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأنه ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، إن سما عقله على شهوته
أصبح فوق الملائكة، وإن سمت لا سمح الله ولا قدر شهوته على عقله أصبح دون الحيوان، ما في حالة وسط. إما أن تكون فوق الملائكة بنص القرآن أو دون أبدع أقبح حيوان. إذاً الدعوة فرض عين في حدود ما نعلم ومع من نعرف، هي بلقاء، بسهرة، بنزهة، بسفر، ساعة مرتاح أنت مع زوجتك. حاول المعلومات الدينية المنعشة. أنت حينما تتعلم إنسان آخر، يعني الإنسان عفواً عقل يدرك وقلب يحب، جسم يتحرك. غذاء العقل العلم، غذاء القلب الحب الذي يسمو بك طبعاً، غذاء الجسم الطعام والشراب. فإذا غذيت عقلك بالعلم وقلبك بالحب وجسمك بطعام وشراب اشتري بمال حلال تفوقت عند الله. فإذا اكتفيت بواحدة تطرفت، والتطرف خطير جداً. في تطرف تفلتي إباحية، تطرف تشددي تكفير وتفجير، كلاهما تطرف. الإسلام وسطي، يعني بعض الأبيات الشعرية: فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أخواننا الكرام، أنت المخلوق الأول عند الله بالنصوص القطعية، أنت مخلوق للجنة. الدليل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ألف مقولة أخرى لا تقبلها. خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا في جنة عرضها السماوات والأرض. الحقيقة الدقيقة أن هذا الإنسان مخلوق أول، الله أعطاه عقل. طبعاً هذه الطاولة أمامي، طول، عرض، ارتفاع. هذا الجماد طول، عرض، ارتفاع، وزن، حجم. طيب والنبات طول، عرض، ارتفاع، وزن، حجم إلى أنه ينمو. طيب المخلوقات المتحركة وزن، حجم، طول، عرض، ارتفاع، ينمو إلا أنه يتحرك. وأنت أيها الإنسان لك من الجماد وزن، حجم، طول، عرض، ارتفاع. من نبات النمو كان طفل صار، ومن بقية المخلوقات المتحركة تمشي. إلا أن الله أكرمك بقوة إدراكية، سمي العقل الفكر ما بهم، بهم أنه في عندك قوة إدراكية. هالقوة الإدراكية شيء ثمين جداً أنت كرمت به. فأنت لما بتعرف لماذا أنت موجود، يعني إذا كان أب ميسور مادياً أرسل ابنه إلى باريس لينال الدكتوراه من السوربون. هذا الشاب بباريس بأكبر مدينة بأوروبا، علة وجوده بباريس ما هي؟ الدراسة. له أن يدخل إلى مطعم فيأكل، أن يجلس في حديقة فيتنزه، أن يقتني كتاب فيقرأه. أما علة وجوده، سبب وجوده الدراسة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة شيء دقيق جداً، هي طاعة طوعية. من مخلوق حادث طارئ كثير الخوف كثير الشهوات، اتصل بأصل الجمال والكمال والنوال، اتصل بصاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، اتصل بالذي بيده كل شيء والذي يرجع إليه كل شيء، إليه يرجع الأمر كله. هذا الإله العظيم بيده كل شيء، في مليار مجرة من خلقه، ودرب التبابنة نقطة على مجرتنا، المجموعة الشمسية بأكملها نقطة على مجرتنا. من هو الله؟
في مفهوم شعبي. أما من هو الله؟ لماذا في القرآن 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان؟ يعني منها الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يعني أنا ما شاء الله أمام شباب كثر، الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي هيك، تمام؟ الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي دورة كل عام. الشكل البيضوي له قطرين أطول وأصغر. طيب هي هلأ هون انتقلت للقطب الأقصر، المسافة قلت، الجاذبية ازدادت، لا بد من أن تنجذب إلى الشمس، تتبخر في دقائق وانتهت الحياة كلها. ترفع الأرض سرعتها لينشأ من رفع السرعة قوة زائدة تكافئ القوة النابذة، تبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. آية كونية انتقلت للقطر الأطول، المسافة زادت، الجاذبية ضعفت، تخفض الأرض سرعتها. يد من؟ قدرة من؟ علم من؟ عظمة من؟ خالقنا، ربنا، بيده كل شيء، إليه يرجع كل شيء، فلا بد من أن نعرف الله. إن عرفناه والله لا أبالغ، يقول أحدكم إن عرف الله كما ينبغي ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني. إذن الأساسيات: أنك عبد لله، لا بد من أن تعرف الله. إذن الكلية الأولى الفكر، العقيدة، المنطلق النظري. الشيء الثاني الحركة، نتحرك لنأكل. الأنبياء كانوا يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، مفتقر الإنسان بوجوده إلى الطعام، مفتقر إلى ثمن الطعام. فنحن عم نفهم الآن الدين، مليون كتاب، مليون عالم، ملايين ملايين، بدي الحدود الأساسية كلياته، العقيدة أول كلية، الحركة. في بحث عن عمل، بحث عن طعام، الحركة وفق منها الإجراء، كائن متحرك. فإذا أنت القرآن قرأته بتلاقي في حلال وفي حرام، بيجوز ما بيجوز، شيء يرضي الله لا يرضي الله، فأنت مخلوق مكرم. فلا بد من طلب العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، إذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. هذا العلم ممكن تأخذه من شيخ، من عالم، من كتاب، من ظاهرة معينة. يعني الله أعطاك فكر، هذا العقل أغلى، أعظم شيء بالإنسان. العقل البشري في مبادئ ثلاثة: مبدأ السببية، لا يمكن أن يفهم شيء بلا سبب أبداً. يعني سافر، أطفأ الكهرباء كلياً بالبيت، عاد بعد شهر الأضواء متألقة، ليش بيضطرب؟ لا يقبل أن المصابيح أن تتألق من دون سبب. هذا مبدأ السببية. الغائية: قد ترى سيارة شاحنة وراءها سلسلة، أنت ما لك علاقة بالشحن إطلاقاً، بس لماذا هي؟ هي لو تأتي صاعقة تمتصها وترسيها لباطن الأرض. فهمت هلأ مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. فهذا الفكر أعظم جهاز بين أيدينا، ممكن أن تعرف الله من خلاله. يا ليتني قدمت لحياتي. الآيات تفوق حد الخيال. دققوا: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. بأي حديث بعد الله وآياته؟
الآيات كونية تكوينية قرآنية، الكونية تفكر، التكوينية نظر، القرآنية تدبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الكونية تفكر، التكوينية نظر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي آية ثانية قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الأول حرف للترتيب على التعقيب الفاء، وثم للترتيب على التراخي. والقرآنية تدبر، فصار في عندنا آيات كونية تفكر، تكوينية كونية خلقه تفكر، تكوينية أفعاله نظر، قرآنية كلامه تدبر. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هذا الجانب الفكري العقلي الإيديولوجي. الحركة في حرام وفي حلال، بيجوز ما بيجوز، شيء يرضي الله لا يرضي الله. حقول كلمة دقيقة أيها الشباب، ما من شهوة أودعت في الإنسان على الإطلاق إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. حرمان بالإسلام ما في. كل شهوة أودعت في الإنسان، ما من شهوة أودعت في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. اشتهيت المال اعمل، اشتهيت المرأة تزوج. ما من شهوة أودعت في الإنسان إلا وجعل الله لها قناة نظيفة طاهرة. إذن بالإسلام ما في حرمان إطلاقاً، وأي منهج آخر في حرمان ما نجح، ما نجح إطلاقاً. فلذلك أيها الإخوة، بدي كمان ملاحظ الشباب كثر، الشباب أمل الأمة، الشباب قوة الأمة، الشباب أمل الأمة قوة الأمة، الشباب بمعنى دقيق جداً بلوبس. في شاب يتمتع بكل معاني الشباب بال95، كيف باهي؟ وفي واحد بال31 يتمتع بمتع الجهل. أنت إذا كان اتصلت بجهة أكبر منك شاب دائما، إذا كان الله هو هدفك، والله عنا كان عالم جليل بالشام، هالعالم بلغ 97، إذا رأى شابا في الطريق يقول له يا بني أنت كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي، مات بال98، علم بال18، كان أبوك تلميذي، أنت تلميذي، وأبوك تلميذي، وجدك تلميذي. علة وجودنا العمل الصالح، علة وجودنا نعرف الله عز وجل ذات كاملة. فلما الإنسان ممكن يعني ينشغل بعمله، أم جاءته الوفاة، شو في جواب عنا؟ انتهى كل شيء، البيت ما عاد لك، ولا السيارة ولا المال، انتهى كل شيء. فلذلك الإنسان إذا عرف الله عز وجل بيعمل توازن. إذاً أول كلية الفكر، العقيدة، الإيديولوجيا تحتاج إلى طلب علم. يعني مشان تضع أمام اسمك دال فقط، دال نقطة، 23 سنة دراسة حتى تستحق الجنة إلى أبد الآبدين، ألا تحتاج لطلب العلم؟ تحضر مجلس علم، تقرأ القرآن، يعني تتابع قضية إسلامية، فلا بد من طلب العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. إذا أول شيء الفكر، منطلق نظري، إيديولوجيا فوق، حركة في منهج، في حلال في حرام، في بيجوز في ما بيجوز، في فرض في سنة، في واجب في مباح، لا بد من طلب العلم.
ومرة ثانية، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً. ويظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد عجل انتهى. أخواننا الكرام، لا بد من طلب العلم، والعلم في عنا يقين، في عنا يقين، كلا تعلمون علم اليقين. عنا يقين حسي، هي الطاولة خشب إلى طول عرض ارتفاع، يقين حسي هذا. وفي يقين عقلي، يعني هل مركبة توقفت، بيكون في نقص بالوقود، هذا يقين عقلي. وفي يقين ثالث إخباري. اليقين الحسي أدواته الحواس الخمس، سمع، عين، بصر، أدواته واستطالاتها، ميكروسكوب، تلسكوب. واليقين العقلي العقل، مبادئه الثلاث، مبدأ السببية والغاية وعدم التناقض. واليقين الثالث الإخباري. الله قال بكلمة دقيقة جداً: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ حدا منكم شافها هي؟ بس الله قال ألم ترى. إلا إخبار الله ينبغي أن تأخذه وكأنك ترى. إذاً العقيدة جانب، والحركة جانب، والآن الثمرة: أقم الصلاة لذكري. إن صليت ذكرت الله. لكن في آية ثانية: فاذكروني أذكركم. إنك إن ذكرت الله ذكرك الله عز وجل، إذا ذكرك شيء لا يصدق، منحك أشياء دقيقة جداً منها التوفيق. ما في غير آية واحدة: وما توفيقي إلا بالله. منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. منحك الحكمة والتوفيق وما إلى ذلك. أخواننا الكرام، لا شيء يثمن كأن تعرف الله. وإنسان إذا عرف الله عز وجل معرفة عميقة جداً، إنسان آخر صار. هلأ شو بيصير؟ لما تعرف الله معرفة دقيقة، بتشكل حياتك تشكيل إسلامي، تختار زوجة مؤمنة، تربي أولادك، خروج بناتك، اختار حرفتك، في مئات الخيارات. إذا عرفت الله تستخدم هذه المعرفة في توجيهك توجيه صحيح. فأيها الإخوة الكرام، أرجو الله عز وجل أن ينفعنا جميعاً بما علمنا، وأن تكونوا من المؤمنين الصادقين. وأنا أقول لكم، هذا بلد طيب جداً، فيه إيجابيات كثيرة جداً. فالإنسان إن عرف الله عرف كل شيء. استقيموا ولن تحصوا. مرة هيك عالم قال: لن تحصوا الاستقامة. مو معقول. معنى ذلك لن تحصوا الاستقامة، يعني صعب الاستقامة. أما استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا الخيرات من هذه الاستقامة. بارك الله بكم ونفع بكم.